مساء الخير واهلا بكم في القاهره 360. بعد عوده بعد غياب اسبوع برحب بالساده المشاهدين وبرحب بزميلتي العزيزه دينا عبد الكريم اللي شرفتنا وكانت يعني قبلت بلاء حسنا في امام السيد الرئيس في مؤتمر الشباب امس. تعالوا الاول نشوف دينا وبعد كده ابدا اتخانق معاها شويه. مصر الغاليه وكل رموزي والقامات المجتمعين معنا اليوم تحت مظلة مكتبة الإسكندرية التي كانت وما زالت رمزاً للثقافة والتنوير. أهلاً بكم مشاركين معنا اليوم الرؤية والطريق إلى مصر 2030. في البداية دعوني أشارككم أننا ندرك تماماً أن الأسئلة الأكثر شيوعاً اليوم هي أسئلة من نوع ماذا يحدث؟ ولماذا لا يحدث؟ الحقيقة أن مصر 2030 هي الإجابة عن السؤال الأهم والأخطر، كيف سيحدث؟ فدولة التاريخ لا يصح أن تمضي بلا رؤية إلى المستقبل. الرؤية ببساطة تعني ألا تبتلع الجهود في دائرة المهم والعاجل فقط، إنما تتحرك بثبات نحو الأهم. الرؤية هي الخروج من شكل الدولة التي تركض فقط في دائرة تسديد الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، وفي المقابل شعب ينتظر المزيد وإنجاز يبدو لهم بطيئا. الرؤية هي الضمانة أن كل فرد وكل مسؤول سيكمل على طريق من سبقه حتى نطمئن أننا نتحرك ونتأكد أننا سنصل إلى حيث أردنا أن نذهب. يعني أنا متثبتة بالمفاجأة الحلوة دي. يعني لسه بقول لأحمد قبل وإحنا والفيديو شغال أنا أول مرة أشوف الكلمة، بس هي الحقيقة كان يعني كان مؤتمر بالنسبة لنا كلنا ادانا حالة من البهجة كده والطاقة الإيجابية اللي حقيقي كنا محتاجينها وبنبقى محتاجينها من وقت للتاني. أنا بالنسبة لي أهم حاجة عشان لما أقعد أقول للسادة المشاهدين زميلتي بنت الناس الشيك، شوفوا الكلام المترتب المتظبط، يعني أنا فخور بدينا عبد الكريم. ربنا يخليك، أنا بشكرك على روحك. وعلى فكرة يا جماعة في حاجة برضو لطيفة خلينا نقولها يمكن بره الموضوع، إنه روح التشجيع من زمايل مع بعض في برنامج، أنا الحقيقة مبهورة بأحمد في ده، إنه طول الوقت مشجع وجميل وما عندناش نفسنا الحمد لله. لا عندنا برنامج، يا رب نفضل كفاية كفاية علينا برنامج نفسنا على القناة فاكتفينا بهذه النفسنا. بجد هم بشكرك على التشجيع طول الوقت. بالتوفيق دينا يا رب، وان شاء الله دايما عقبال ما أنا يعني تتاح لنا الفرصه جميعا ان نعمل لقاء مع سياده الرئيس. وانا يعني مش عايز الوم على سياده الرئيس، ولكن دايما سياده الرئيس بيقول للاعلاميين الشباب على فرض ان انا شاب، طبعا دينا عجوزه بالنسبه لي، لكن نفترض ان انا وهي شباب، ان احنا فعلا يعني يشرفنا اجراء لقاء مع سياده الرئيس، واتمنى ان تتاح لنا هذه الفرصه لطرح تساؤلات الجيل الثاني من الاعلاميين او الجيل الاحدث، اتمنى ذلك. خلينا بقى نتكلم على المؤتمر نفسه. يسدل الستار خلال دقائق على المؤتمر الشباب الرابع. كالعادة انقسمنا الى يعني اراء عديدة، ولكن برضو فضل الرأي الذي ينقد دائما بلا موضوعية. طلعت ناس تقول لك هو انزلوا المؤتمرات دي انتوا بتضيعوا وقت على الفاضي، ايه اللي بيغير؟ يعني انا نفسي افهم. وعلى فكرة قبل ما نخش في ده، نفس الناس اللي قالت كده هي نفس الناس اللي كانت بتتهم الرئيس بعدم التواصل مع الشباب. تيجي تقول له مش انتوا كنتوا عايزين نتواصل مع الشباب، يقول لك اصل المؤتمرات والتكاليف يعني المفروض ان الرئيس مثلا هيقابل الشباب على القهوه بعرف وسط البلد، مثلا هيقابلهم في كافيتيريا مثلا على النيل. شيء طبيعي ان رئيس الجمهوريه لما هيقابل الشباب بيقابلهم بهيئته التنفيذيه اللي شفناها اللي هي الساده الوزراء، والشباب هيجوا له اللي هم البرنامج الرئاسي اللي اعدوا لهذه المهمه. واختيار عشوائي انا شخصيا لا اعلم عنه شيئا، ولكن معلوماتي انه ما فيهوش كوسه ما فيهوش وسايط. ثالثا والاهم ان انا بقابل شباب هناك في منتهى البساطه، يعني انا كنت في المؤتمر امبارح، شباب من قاع يعني عايز اقول ايه من اقصى الاقاليم في بحري، من رشيد، من المحموديه، من حتت يمكن انتوا كمصريين عامه ما تسمعوش عنها، مراكز جوه مراكز. ما شفتش يعني انا شباب ولاد اللازوغلي باشا ولا مش عارف مين بيه، لا اطلاقا.
انا شخصيا بقى خلينا نحلل مع بعض المؤتمر. مؤتمر اكيد له ما له وعليه ما عليه، ولكن ودايما لكن بتكون في التفاصيل. انا شخصيا اسعدني بغض النظر عن اعتراضي او موافقتي الشخصيه على ما ذكر من كلمات للساده الوزراء، ولكن اسعدني خطاب سياده الرئيس شخصيا او طريقه تخاطبه في حاجات وزعلتني في حاجات. خلينا ناخد الحلو الاول. الحلو ان كان يؤخذ على الرئيس عبد الفتاح السيسي الحديث العاطفي، كان دايما الناس تقول لك يعني كلمنا بالارقام، انت مش عارف بتكلمنا بالعواطف، وده كان راي قطاع كبير. وان كانت هناك اصوات تطالب باستمرار الحديث العاطفي لانه بيلقى صدى عند المصريين، المصري يحب ان انت اللي بيخرج من القلب يخش القلب، ولكن جه وقت الحديث بالارقام، جه وقت مفيش طبطبه. يعني انا مبسوط ان لما بيسال على حاجه بيقول لك كانوا 5000 قريه دخلنا صرف صحي مش عارف في 400، وكمان سنتين هيبقوا 1000، وبعد مش عارف كذا. نيجي نتكلم في التعليم، الرئيس شخصيا ووزراءه حافظين عملنا 300 مدرسة كذا، وهنعمل مدارس بالطريقة الفلانية. يعني في حديث أرقام، وده شيء رائع إن أنا أكلم الناس بالأرقام. يبقى إن المعترض برضه يعترض بالأرقام. أنا شخصيا هعترض. أنا عجبني جدا مثلا وزير الإسكان، الراجل بيكلمك في إنجازات على أرض الواقع، لو أنت عايز تكذبه روح شوفها. يعني لو هو قال لك أنا عملت 100,000 شقة وهو عمل 50، ابعت لي قول لي الراجل ده بيدي معلومات غلط. وزير الصناعه اللي قال لك انا طرحت 16 مليون متر للمرفقه للمناطق الصناعيه، قد اللي اتطرح في مصر في اكتر مره ونص من اللي اتطرح في مصر على مدار 9 سنين، الراجل بيعرض انجازاته بالارقام، نروح نفتش وراه، لو صح يبقى نقول له تعظيم سلام. التخطيط، دكتوره هاله السعيد لاول مره بتقول لنا هيحصل ايه في ال 13 سنه اللي جايين، ودي كانت قافه مصر في كل المؤسسات مش كحكومه بس، ان كل وزير يجي يقول لك على فكره الوزاره اللي حصل فيها خرابها يبدا من جديد وهكذا. انت لاول مره بتحط خطه الناس تمشي عليها. ما عجبنيش وزير الصحه في عرض مشكله السكان لانه ما طرحش حلول جديده. يعني هو انا لسه بتكلم النهارده في حسنين ومحمدين وهنروح للناس والخطاب الديني، انا عايز حلول جديده، عايزين حلول قاسية شوية. دعم، انا هوقف الدعم عن الطفل الرابع والخامس مثلا من بعد كذا، هنعمل معرفش عقوب، يعني لازم يبقى فيه غلظة اكتر. وزير التعليم لاول مرة، رغم ان انا من اشد المدافعين عنه واتمنى ان يعني يخيب ظني، بدأت احس انه بدأ يجيب ورا باللغة الدارجة شوية من النقد على نظام الثانوية العامة الجديد. ابوس ايدك يا معالي الوزير، ارجوك احب على راسك باسم المصريين، ما تخافش. يعني لما تخوفنا تاني وترجع تقولي ان التنسيق يمكن يفضل على نظامه، لا طبعا البلد دي مش هنصلح حالها غير لو الموهوب في الـ في الـ في, الـ في الرياضه يخش هندسه، المفوه يخش حقوق، القادر على نقل المعلومه يخش تربيه، لكن الطريقه المجموعه دي انت هتخلي السباق مستمر. اخيرا مثلا وزير الزراعه قال ارقام كتير بس ما قالش اليات دعم الفلاح مثلا، يمكن عشان ضيق الوقت او عشان كان دينا ارصى عليهم شويه، يعني شد عليهم ومكهروا الموضوع. اخيرا ليه عتاب على سياده الرئيس في الولد اللي قام اتكلم في كادر المعلمين. احنا بنعمل المؤتمرات دي عشان الشباب تتكلم، فبلاش يبقى في رهبه للشاب انه لما يتكلم ممكن ان هو يناله نوع من التقريع او اللوم، لان دي تقيله على شاب. يعني انا اعتقد شاب في السن ده لما يتقال له بحده من رئيس الجمهوريه الولد ده اكيد جاله يعني بعد الشر شرخ في الحوض وكسر في قاع الجمجمه وشرخ في كل حته، يعني موقف صعب. اتمنى ان سياده الرئيس يطيب خاطره ويقول له ان انا انفعلت عليك لان يمكن انت اثرت نقطه تانية، رغم ان اللي الولد قاله منطقي جدا. وزير التعليم لم يتطرق الى حال المعلم في العرض اللي عمله، وده برضه شيء كان لازم نقف عنده. يا سيدي قول، انا ما بقولكش قول حديهم علاوة 50%، بس انت في خطتك لغاية 20-30 كان لازم تقول لي المعلم ده عشان يوصل الخطة دي انا هعمل له امتيازات 1-2-3. ما انت املا في ان الميزانية تزيد، يعني اكيد المعلم هينوب من الحب جانب، مش معقول هيقعد يتفرج، مش هيفضل مرتبه 1500 جنيه لغاية سنة 2030. اخيرا خلينا بقى ناخد الجانب المضيء. ارى ان نجوم المؤتمر ده، وانا قلتها النهارده كتبتها على الفيسبوك، صوره فيها سياده الرئيس على يمينه
الرائع العظيم الملهم. اول مره اخد من دينا كلمه الملهم الشهيره ياسين الزغبي، والملهمه الاخرى مريم. الصوره دي فيها نص تفاؤل واراده الكره الارضيه ان لم يكن اكتر. الاتنين قاعدين بيضربوا المجتمع كله بالقلم، يعني بيفوقوا كل شاب محبط في مصر، بيقولوا لكل شاب انت لو فتحت ابسط كتاب تاريخ قريت عن الرافعي، عن موسى بن نصير، عن توماس اديسون، عن طه حسين، عن هوكينج الراجل اللي لو شفته تقول ده، يعني هوكينج ده لو كان في مصر كان زمانه بيبيع منديل في الاشارات، النهارده راجل خد نوبل في الفيزياء. اللي زي دول واللي زي ياسين وزي مريم النهارده فعلا بيعلمونا. مريم دي بالرضا والقناعه اللي هي فيهم اديتنا درس، يعني بص وقفنا كلها زي التلامذة، كلنا زي التلامذة قدامها. ياسين اللي اخواننا اياهم اتريقوا عليه يا عم هي عجلة او شكاوي، الغرض مش العجلة. ياسين قال لنا يعني زي الشعار الشهير في امريكا يس اي كان، احنا نقدر لو عندنا ارادة نقدر. انا في رأيي المؤتمر ده لو طلعت منه بياسين ومريم انا بالنسبة لي مرضي وتعشت. كلمتك الشهيرة اتعشت. قبل ما نخلص كلامنا على المؤتمر احمد اثار كام نقطة مهمين جدا، وهي الحديث عن ما سمعناه من الوزراء. انا هبدأ من حيث انتهى احمد. انا تعليقي الاساسي على اللي سمعناه من السادة الوزراء في المؤتمر هو تعليق يمكن يكون ايجابي شوي، يعني برغم كل السلبيات، يعني سمعنا كلام اقنعنا وكلام انبهرنا بيه، وكلام تاني حسينا انه غير معد، او الوزير ما كانش محضر كويس هيقول لنا ايه، او ما كانش جاهز بالمعلومات كاملة في بعض الاحيان. انما الزاوية المهمة جدا اللي مش انا بس لوحدي شفتها، لكن ناس كتير من اللي كانوا بيشوفوا المؤتمر بعين محايدة، لانه خلينا برضو نوصف انه في انتقاد دائما ما يوجه اسمه انتقاد الكارهين. انتقاد الكارهين ده اللي هو بيكرهك فهينتقد اي حاجة تعملها بغض النظر كانت حلوة ولا وحشة، ما هي مش عاجباه. وفي انتقاد المحبين، المحبين دول على فكرة اكتر ناس بيعترضوا واكتر ناس بينتقدوا. الانتقاد بتاع الناس اللي بتشوف انه انا عايز اشوف حاجة حلوة بدور عليها، ولما بشوف حاجة وحشة بقولها بكل وضوح، لانه في الطرف الثاني في منافقة بقى المنافقين اللي احنا مش عايزين نسمعها اصلا. فالناس المحبين العاديين اللي بيحبوا بلدهم، يعني احنا مش بنتكلم عن حب اشخاص ولا حب لشخص سيد الرئيس خالص، احنا بنتكلم على حب للوطن. الناس بتحب بلدها بتدور وتتلمس في حدث زي ده، وتدور انه يكون كبير ومهم وعلى قدر قامة وقيمة البلد دي. معظم الناس شافت الوزراء قالوا لنا كلام ما كناش بنسمعه ابدا منهم. الوزراء كتير من الكوادر كوادر مصرية مشرفة ومحترمة وقامات علم وشغل وتنفيذ، الناس دي بتشتغل، وعرفنا ليه احنا مش بنسمعهم كتير او احنا كإعلام مش قادر نوصلهم كتير. الناس دي بتشتغل حقيقي متجندة، بتشتغل كجنود. يعني انا مش بنافق وزراء، لان انا في عندي تعليقات سلبية على كتير من طريقة الأداء اللي حصلت، لكن الحقيقة اللي عرفناه ولازم نشهد بيه انه الناس دي بتعمل شغل، وانه في شغل بيتعمل في بلدنا اكتر بكتير مما كنا نعرفه. وده مش معناه اننا ما ننتقدش اللي ما يتعملش، وده السؤال اللي احنا طرحناه في بداية المؤتمر خالص. احنا هنفضل نسأل ليه ده ما بيحصلش، لكن الحقيقة لما يبقى في حاجات بتحصل احنا من حقنا نعرفها. في زاوية تانية مهمة جدا، انه مطلوب من السادة الوزراء وخصوصا الوزراء اللي بيشتغلوا بجد، لانه في مجموعه وزراء احنا عارفين انه في محاولات كده يعني لاداء على قد الحال، لكن الوزراء اللي بيشتغلوا بجد مطلوب منهم تواجد اعلامي. معالي وزير الاسكان مثلا عمل جلسه جانبيه كده يمكن مش كتير من الناس تبعتها، قدم فيها طرح في مصر تانية بتتبني، في مصر تانية موازيه بتحصل، اسكندريه جديده، عالمين جديده، دمياط جديده، منصور، حقيقه كلام حقيقي مفرح ومبهج مطلوب من الوزراء. خليني ما اقولش انه ما اقولهاش كده صراحه انه الا يتعالوا على الاعلام، لانه في حاله كده من ما اعرفش اسميه تعالي ولا خوف من الاعلام، بسبب الانتقاد دايما بيبقى لاذع وجارح، لكن احنا مش عايزين لا وزير يتعالى على الاعلام ولا وزير يخاف من الاعلام، عايزين وزير يوضح ويقول ايه اللي بيحصل ويقدم كشف الحساب اللي كان بيتقدم في المؤتمر امبارح والنهارده قدام الرئيس. نقطه بسرعه كده هعدي عليها، كواليس هذا المؤتمر. فالمره دي اتشرفت ان انا اكون يعني احضر جزء من الكواليس، الحاجه اللي ما حدش فينا شافها على الشاشه، ويمكن حتى
المتابعين ما شافوهاش. في كواليس المؤتمر في كام مشهد كده هقوله لكم بسرعه. اولهم واول حاجه يعني ابكتني وبكتتني هو ياسين. كنا قاعدين بنحضر كده في بدايه قبل الجلسه الاولى، كلنا بنحضر في اوضه صغيره كده مترين في مترين، وكل واحد فينا مشغول بحاله، وانا بكتب وجنبي الزميل رامي رضوان، وجنبنا ناس من البرنامج الرئيس، ناس كتير وزحمه. جه قعد جنبي شاب لطيف كده، ابتسم وقلت له سلام وكملت بص في ورقي ولا التفت له. بعدين رفعت عيني بعد ما خلصت اللي بكتبه، لقيت ياسين دخل القاعة وقعد جنب الريس، ولقيت قصته وحكايته بتتحكي، فعرفت انه كلنا لازم نتعلم انه نلتفت حوالينا شوية وما نركزش قوي في حالنا وفي نفسنا، ونعتبر ان اللي احنا بنعمله ده اهم حاجة، لانه حوالينا في ناس احسن كتير مننا واقوى كتير مننا ويستاهلوا مننا كل التقدير. ياسين كان القصة الملهمة اللي لازم كل واحد فينا يبص حواليه يشوف الناس الملهمة. ياسين كمان اتكرم في الحفل الختامي لانه كان نموذج، وكان فعلا زي ما احمد قال واحد من نجوم المؤتمر. بصي الحضن والله يعني حلو قوي. يعني برضو في ناس مش عاجبها، بس مش عاجبه ملناش دعوه. بصي انتهى المؤتمر، واتمنى يعني برضو انا شخصيا ما زلت في انتظار المؤتمر، نفسي اشوف مسؤول من الولاد دول بقى خلاص. يعني اتمنى ان البرنامج الرئيسي يبدا يفرز لنا في الفتره اللي جايه ما يخرس الألسنة، يعني عشان ما الناس تقولكش فلوس على الفاضي وبتاع. لا فعلا أتمنى أن الشباب دول اللي زي ياسين وغيره، ألاقي سيادة رئيس المؤتمر اللي جاي بيعلن الشاب اللي انتوا شايفينه اللي عنده 28 سنة ده أنا عينته وزير كذا، وزعهم نواب وزراء سنتين ثلاثة. أتمنى أقول لك حاجة يا أحمد، برضو معلومة لازم نبقى كلنا عارفينها، شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة فعلا اتحطوا في اماكن كتير تنفيذيه في الدوله، يعني الدفعه الاولى دخلت في اماكن كتير وفي وزارات كتير. لكن في قاعده مهمه، مش معنى انه الشاب اتخرج من البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده البي ال بي، البرنامج المشهور اللي كتير قوي من شباب مصر بيقدموا فيه ونفسهم ينضموا اليه، مش معنى انه اتخرج منه معناه انه هيبقى واسطته انه هو طالع من البرنامج الرئاسي، ودي معلومه مؤكده. هو بعد ما بيدخل الوزارات وبيدخلوا في كيانات تنفيذيه كتير بيتسابوا بقى للانتخاب الطبيعي بحسب ما الرؤيه شايفه كده، انه الصح انه ينافسوا بقى هم، احنا اهلنا كوادر جيده كل واحد فيهم بقى ينافس بطريقته، ودي كمان حاجه ايجابيه بتحصل، حصلت فعلا في الدفعه الاولى. حاجه اخيره عايز اقولها لكم، انه الشباب البرنامج الرئاسي ده امبارح في الكواليس كان بيحصل حالات اغماء من الاجهاد، كان بيحصل حالات تعب. عايزه احيي ايه، عايزه احيي ناس كتير قوي، ايه اللي وقعت امبارح في اقصد في اسماء كتير ما ينفعش نقولها، ما نعرفش نقولها، ناس كانت ورا هذا التنفيذ، ناس بتتعب جدا عشان المؤتمر يطلع بالشكل ده، لازم نحييهم كلهم، كل الجنود المجهولين، ونحيي الروح اللي كانت بتبقى قاعده ورا الكواليس بتتكلم وبتفخر بكل حاجه تطلع وما بنشوفهمش لا على المسرح ولا على الستيج. طبعا النهارده بقى اخيرا، علشان رغيت كتير النهارده، عايز اقول لكم حاجه، لان دي لاجل الامانه، كل ما لم نراه على الشاشه انا بعتقد انه في نفس اهميه اللي شفناه على الشاشه، مش عايزين نعيد كتير في اللي اتشاف. اللي ما شفناهوش انه على باب الرئيس، على باب كل مؤتمر من المؤتمرات دي بيبقى فيه مجموعه من الناس ما بيعرفوش يدخلوا وما بيعرفوش يقابلوا الرئيس، وبيبقوا واقفين عشان بس يشوفوا مسؤول ولا عشان بس يشوفوا حد يقولوا لهم مشكلتهم. مطلوب آلية حقيقية للناس اللي على باب الرئيس. احنا عارفين انه في طرق كتير للشكاوى وكده، بس واضح ان احنا رجعنا شوية اتأخرنا في الاهتمام بالفرد بالشخص اللي عنده مشكلة على باب الرئيس، محتاجين نرجع نبص لها. لو رجعنا بقى للتاريخ المصري القديم، الأسرة الـ18 كان في حاجة اسمها العجلات الحربية التي تجرها الخيول، دي تراث في المتحف المصري لما تروحها، وهي المدرعة أو أول مدرعة عرفها التاريخ عملها المصريين. واضح إن العرق يمد لـ7000 جد بقى، مش سبع بس. وامبارح كان وقع أو فيديو انتشر، المتحدث العسكري نشر فيديو هو الآن حديث مصر كلها، فيديو وكالات الأنباء الأجنبية يعني مستغربة إن هو خليط بين حرب شوارع وحرب نظامية، ولكن هي حرب يعني عايز أقول إيه مصرية. يعني أبسط حاجة، تعالوا نتفرج على الفيديو الأول بعد كده نعلق عليه. العربية اللي جاية من ورا دي المفروض إنها تخش في الطابور بتاع العربيات، طبيعي إنه داخل الارتكاز الأمني يتفتش، هي جاية غلط من الأول. وجرت العادة إن العربيات المفخخة اللي زي دي بيبقوا راكبينها أربعة، قبل ما بتنفجر على طول بيقفزوا منها ثلاثة وواحد بيخش يفجر نفسه. على ما يحصل الهرج والمرج يكونوا هم دخلوا بعد كده كملوا ويخلصوا على بقية الكمين. يعني احنا بنتكلم
في 50-60 واحد كانوا هيروحوا في الواقعة دي. طقم الدبابة ده بيبقى 4 أفراد. الحكم دار أو يعني خلينا في سائق الدبابة دلوقت أخد قرار عبقري. قرار في منتهى الشجاعة والعايز أقول العظمة والجسار، حاجة مبهرة. ركب فوق العربية فطسها، عجن الأربع إرهابيين. رغم إن يعني عايز أقول إيه؟ الاحتمال الأكبر بنسبة 99% إن كم المتفجرات اللي في العربية دي كان طير الدبابة وموت اللي فيها. يعني سواق الدبابة ده دخل يفدي هو والأربعة اللي معاه الكمين كله بكل العربيات، كانت هتبقى كارثة أو يعني مجزرة بشرية. اللي أحلى من كده إن قائد الدبابة ما فقدش توازنه ومثلا طلع يجري، لا ده باشا، ده راجل تحسه ان هو يعني بيتمشى في موقف في باركينج حاجه كده بتاعت التجمع الخامس، ولف وخد خمسايه ودخل في الممر، امن نفسه بمنتهى المهاره والحرفيه، بمنتهى الذكاء والعبقريه. طبعا خالص عزقنا للمدنيين السبعه او الثمانيه اللي توفوا، ودول قصتهم ان هم كانوا في العربيه اللي جنب السياره اللي فيها المتفجرات وخافوا ينزلوا يجروا زي الباقيين ما عملوا، زائد 2 أو 3 كانوا على الصفين، يعني عايز اقول استشهدوا كلهم بقاء لله، ولكن كانت هتبقى مجزرة. واللي حصل معجزة احنا كالعادة فخورين بيها. اللي حصل يا احمد رسالة كمان اكتر ما هو معجزة، هو فعلا سرعة التصرف، وزي ما قال الرئيس السيسي التردد في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب خيانة للوطن، يعني دي عقيدة الجيش واضح. فهو اللي حصل على قد ما هو سرعة اتخاذ قرار وعلى قد ما هو شجاعة وبسالة وحاجة تدرس في الكليات كده والمعاهد العسكرية، على قد ما هو رسالة حقيقية يعني. هو رسالة، بص دين أنا شايفه رسالة بالبلدي كده، أنا بس عايز أطمن إخواننا إياهم إن جيش الكحك الحمد لله خلص بقى العجوة والعجمية والمكسرات، ودلوقتي بيعمل هريسة عربيات. يعني ده منتج جديد من جيش الكحك اللي انتوا كنتوا بتسخروا منه، أي يعني بعض السفهاء بيسخروا. انا بطمنكم جيش الكحك فتح قسم هريسة عربيات، بيهرس العربيات. انا بطمنكم ان يعني ان جيشنا ما بيتهزش او ما تفرحوش قوي، يعني خليكم يا جماعة، ده في علم اسمه المصريات. المصريات ده علم بره في الجامعات بتدرسه. عمرك سمعت يعني علم القطريات؟ علم التركيات؟ ولا نذكر يعني لا. عمرك سمعت يعني بجد انتوا بتتكلموا عن مصر؟ طب خلينا الاول في العلم العسكري، انه على فكره في جيوش بتهرب، يعني في مواقف الجيوش بتهرب بملابس الداخليه، مهما كانت البدله العسكريه اللي لابسها الشخص ده ممكن يهرب ويسيب مكانه لانه خاف، ومشهد الموت مهيب يعني. فاحنا شفنا مشاهد في بلاد تانية كتير في جيوش بتهرب وتسيب اماكن. افتخروا بجيشكم وافتخروا بالرسائل اللي بتتبعت لنا، هي مفيش اي حاجه صدفه، كل حاجه مترتبه. كون انه يبقى في مؤتمر عظيم زي اللي بيحصل يدي امل للشباب وامل لناس كتير وامل للمستنين يسمعوا حاجه حلوه، بجد في حاجه حلوه بتحصل، بجد في حاجه حلوه بتحصل. احنا مش حاسين، فعلا احنا مش حاسين ومش هنحس على فكره قريب، هنحس يعني قدامنا 2-3 كده. قبل ما نطلع فاصل بس عشان يعني عمالين عشان موضوع الاسره النهارده موضوع قوي، انا قررت اتوجه لتاليف الاغاني، وبما ان المهرجانات هي اللي بتكسب فالفت مهرجان كده زي فرتكه وزي الحاجات اللي طالعه موضه، هنختم بيه الفقره ونطلع فاصل. انا عايز اقول لكم ولا خرفان ولا ديابه، جيشنا بيهرس بالدبابه. حلوه؟ حلو. شعبي؟ انفع موت الشعبي؟ جميله. نطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقره سريعه، طفل يوسف اللي السوشيال ميديا اتقلبت عليه من فتره، واللي دايما بنقول احنا شعب عنده للاسف ذاكره الذبابه، بنسخن قوي قوي ونرجع نهبط، لكن في حق الدم ما ينفعش نبرد. طفل يوسف اللي اصيب عند مسجد الحصري ولقى حتفه برصاصه طائشه، حتى الان من شهرين لسه ما خدش حقه، لسه في متهمين هاربين. احنا مش هنتهم الداخليه باي حاجه، بس من حق ام يوسف انها نسمع منها ونشوف الام المكلومه على ابنها ايه اللي تم ونطمئن عليها. انتظرونا بعد الفاصل.